مفيش حد في الدنيا بيتمنى يشوف حد أحسن منه وناجح في حياته زي الأم ما بتحب تشوف ولادها. عشان كده دايما بنلاقي الأمهات ممكن تسامح تعدي أي حاجة إلا حاجة واحدة بس، مستقبل أولادها ودراستهم اللي بتعتبرها البوابة اللي بيعدوا منها لمستقبلهم. وده بيبقى واضح جدا 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 من توترها وعصبيتها الشديدة في فترة الامتحانات. بنلاحظ إن الأمهات بتبقى مضغوطة أكتر من الولاد نفسهم، وده بيسبب مشاكل كتير جدا في الفترة دي. وطبعا أحيانا التوتر والعصبية بيخرجوا الأم عن شعورها وبتفقد أعصابها. بس هل ممكن العصبية دي توصلنا للعنف والضرب اللي ممكن يخلي ولادنا يتأذوا أو يفقدوا حياتهم؟ يمكن الفترة الأخيرة دي كان في قصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة البنت اللي مامتها ضربتها لحد ما ماتت. وطبعا الأم ما كانتش تقصد، بس هي يمكن تكون فقدت أعصابها لدرجة إنها ضربتها بعنف والبنت توفت. وممكن يكون حال بعض الأمهات اللي بيفقدوا أعصابهم وبيضربوا أولادهم عشان خاطر المذاكرة والامتحانات. طب يا ترى الضرب والعنف ده هيجيب نتيجة؟ هل الأولاد هيقدروا يحققوا حاجة وسط الجو الكبير جدا اللي مليان توتر وضغوط وضرب؟ ولا ممكن يوصلهم لحد فين؟ ده اللي هنتكلم إن شاء الله عنه النهاردة مع الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي. وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور إيهاب أهلا بيك ومنورني. أهلا بيك. حالة عامة في يعني مش هقول كل البيوت ولكن معظم البيوت، وتوتر الأم الشديد جدا، والحاجة اللطيفة أبي الحاجة اللطيفة قوي إنها تبقى مش من ثانوي عامة ولا من إعدادي ولا لا، ده تلاقيه في كيجي بقى. ويعني الأم عاملة مناح تقول لها هو يا ابنك عنده قد إيه؟ تقول لك في كيجي، ولا ده لسه في أولى، ولا طب يا ستي في إيه ده إحنا لسه بنقول ألف به، ويعني لا 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 عشان يتعود من الأول ويعرف إن المذاكرة والدرجات والنص درجة والربع درجة دي حاجة يعني ممنوعة تماما. حالة العنف والتوتر الفظيعة تنجح ولا توصلنا للفشل؟ بص يا استاذه رانيا، يعني في حاجتين عايزه اتكلم فيهم فعلا، حته العنف كطريقه، وايه فكره التعليم عموما في حياه الطفل اولادنا يعني، واحنا وظيفتنا ايه. احنا قلنا قبل كده نراجع مع بعض، احنا وظيفتنا كاباء وكامهات كنوع من انواع المخلوقات في الكون، على فكره الكائن الوحيد اللي بيضرب ولاده هو الانسان. بص على اي كائن في الدنيا، ما فيش كائن بيضرب ولاده، سبحان الله، لا طيور ولا ثدييات ولا اي حاجه. ربنا الوحيد اللي خلق له عقل هو الانسان، هو اللي بيضرب الطفل. الإنسان خلق، الأب والأم وظيفته خلقت لأربع أسباب. الحاجة الأولى الحب والحنان، الحاجة الثانية الشعور بالأمان، الحاجة الثالثة الثقة في النفس، الحاجة الرابعة إن أنا أدور عن نقط قوتي إيه في ابني، نقط قوته إيه ونقط ضعفه إيه عشان أشتغل عليه. ده المفروض دي الوظائف. الأهالي يعني الأب والأم ما بيتقبلوش فكرة إن كل شخص ليه قدرات. يعني ممكن يكون عندهم ابن متفوق جدا 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 والتاني ملوش في المذاكرة خالص. مش بس كده، هي بتبقى طبعا يعني انت بصي لو لمي هتتكلمي، انت عندك كمية حقائق وفاكتس، أخطاء كتير عندهم. ده خطأ اللي بتقوليه ده، إنه فعلا لو احنا قلنا توائم متطابقين قدراتهم مش زي بعض طبعا، وميولهم مش زي بعض، واتجاهاتهم مش زي بعض. دي حاجة. الحاجة التانية التارجت بتاع كل طفل لازم يصغر شويه. يعني دلوقتي انا بقول لك مثلا اقعدي قدمي 20 برنامج في اليوم، خلاص، وانت طاقتك تعملي 3 برامج، هتحاولي كفاكي شرف المحاوله. انما انا ما قدرتش اعمل لك ال 20 وبدات اقع وتقوم انت بقى معاقبني، يبقى انت كده في فاكت تانية غلط، انك انت كده بقيت لود عليا، لان انا قدراتي لحد هنا، انا ما اقدرش اعمل ده. ده الكميه حتى مش النوعيه. يعني دلوقتي اللي انت بتقوليه النوعيه، اللي هو ده بيحب الرسم، ده بيحب كذا ماده كذا، ده النوعيه. والكميه كميه، يعني نوعيه ما بيحب، ممكن يبقى طفل نوعيه ما بيحبهاش من التعليم، او ماده ما بيحبهاش، وكميه كبيره. طب ذنب مين ده؟ دي مشكله ثانيه برضو يا دكتور، مشكله ثانيه، انه كميه الحاجات اللي الاولاد بياخدوها مش طبيعيه، خصوصا كمان الاطفال. يعني انا بشوف دلوقتي المناهج في حاجات احنا كنا بناخدها في ثانوي. طب هل عقليه الطفل مش ممكن بص تستوعب اللي احنا كنا بنستوعبه في ثانوي؟ بص هقول لك حاجه، لما هو الاصل في الامور زي ما بيقول في الفقهاء، انه احنا بنودي المؤسسات، المدرسه مؤسسه من المؤسسات اللي بتحيط بالطفل. احنا بنخلف ولادنا ونربيهم وندخلهم على مؤسسات، مدرسه، مركز، نادي، كنيسه، مسجد، كلها مؤسسات في المجتمع. خلاص، ايه الغرض من كل الليله دي كلها؟ عشان نطلع في الاخر بايه؟ مواطن حلو لذيذ واثق من نفسه وعنده قدرات وحاجات كده، ويبدا يخدم بلده ويخدم وطنه ودينه وكده.